عن وسائل التواصل الاجتماعي عن او شيء هيك رياضي او روح رياضيه اللي تحلوا فيها الفنانين او صحه عم نجرب نربط. يلا مشاهدينا، تولي وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الاخبار بكل وسائل نقلها اهميه كبيره لتغطيه احداث مونديال كاس العالم في روسيا، وذلك في ظل اهتمام كبير من عشاق اللعبه ومشجعي الفرق المختلفه التي تلعب في بطوله كاس العالم. نعم، الاهتمام بهذه اللعبة توني يبقى عاديا طالما بقي بإطار الرياضي، ولكننا اليوم أردنا أن نولي رياضة كرة القدم أهمية خاصة من ناحية علاقتها بالصحة العامة سواء للاعبين أو حتى للجمهور. للحديث أكثر عن هذا الموضوع دعونا نستضيف معنا مشاهدينا الأستاذ الباحث في كلية العلوم الصحية في الجامعة الأمريكية في بيروت الدكتور فؤاد فؤاد في فقرة الصحة العامة. دكتور صباح النور، يعطيك الف عافيه. دكتور، يعني المونديال قديه حلو وقديه احنا كلنا بنحب انه نحضره، ولكن بيعمل هيك يمكن عبء نفسي وحتى بينعكس جسدي على اللاعبين اللي هن بيحضروهم الملايين حول العالم، وهن بحاجه لهالتهيئه ايضا الصحيه والنفسيه قبل حتى الدخول بالمونديال. قديه مهم انه اللاعبين يكونوا عم بيتحلوا بصحه نفسيه وجسديه قبل اللعب. بتتابعوا المونديال؟ ما نحن بدنا نسألك، أنت من المشجعين مين؟ اليوم بدنا نسأل مجرب ونسأل حكيم. الحقيقة اللي بتابع المونديال بيفهم قدي يعني بس ما في... تفهم من السؤال دكتور. لا هلا برجع لك لأنه خسرنا. أرجنتيني. أرجنتيني. شو بدنا نعمل؟ يعني أنت هلا بما بعد الصدمة؟ ما بعد الصدمة. هلا بدنا علاج نفسي هون. بالضبط بالضبط. الحقيقة كل واحد بيتابع المونديال بيفهم قد إيه في توتر بيكون، إذا نحن المتفرجين القاعدين حتى عم نحضر من وراء الشاشة بيكون عندنا هذا التوتر الشديد. فبدكم تشوفوا كمان تتخيلوا الجمهور اللي عنده والأكثر اللاعبين. صحيح. وقمة الحقيقة اللي بيكون التوتر هو المدرب يعني. صحيح. فبتلاقي في حالة شديدة من التوتر، وهذا التوتر فعليا بيأثر على أداء اللاعبين بشكل أساسي. نعم. لكن هذا النمط من اللاعبين هن لاعبين محترفين، محترفين بشكل كتير كبير، وبالتالي فعليا التوتر عندهم بيكون أقل. ومع ذلك ولاحظنا يمكن متابعي المونديال بنشوف لما بيكون حتى لاعبين كبار بظل هذا الظرف من التوتر والضغط الجماهيري، والحقيقة أكثر في ضغط النجومية أحيانا لاحظناها عند لاعبين كبار، ضغط النجومية بتفترض أنه لازم يؤدوا أداء عالي كتير بهي المناسبة الدولية. كل هذا بيخلق حالة من الشدة النفسية الشديدة اللي بتحتاج الحقيقة بشكل أو بآخر نوع من التهيئة. وعادة نوع من اللاعبين أو الفرق هاي تخضع إلى حد ما لنوع من التهيئة النفسية والتدريب اللي بيتضمن نوع من محاولة تهيئتهم لهي الألعاب. لكن الحقيقة أكثر من موضوع الشدة النفسية هو التحضير للإرهاق الجسدي. نعم. يعني في بتصير الماتشات اللعبات بتصير بشكل متواتر، وأحيانا الفرق بيكون عندها حظ قليل بدها تلعب يعني بظرف بفارق يوم أو يومين بالكتير، وهذا الضغط الفظيع الجسدي يعني اللي بيأثروا على بعض، يعني في ضغطين بالوقت ذاته. بالضبط. التوتر والضغط الجسدي. بس لو سمحت إذا بدنا نتوقف عند كل فئة من هذه الفئات المشاركة في المونديال. أنا أولا بهمني المدرب، لأنه نحن عم نحضر بالبيت يعني خصوصا الوالدة بتقول إذا أنا هالقد اهترت أعصابي شو حال هالمدرب يلي واقف رايح وجاي وناطر كل لاعب من لاعبيه كأنه بيقترف خطأ أو لا، بياخذ حبوب مهدئة؟ يعني المفروض لا، لأنه كمان هدول بيكونوا محترفين ومدربين، بس بنلاحظ فرق بالشخصيات. يعني بشوف مدرب الأرجنتين اللي عم يروح ويجي طول الوقت بتلاقي مدرب أكثر هدوءا مثل مدرب اليوروغواي. يعني في شخصيات وفي مدربين بتلاقيهم صامتين بشكل أساسي، وفي مدربين شديدي الانفعال. بس حتى في جميع الأحوال الحقيقة المدرب بيكون عنده توتر عالي، لأنه في الأخير بيدفع ثمن. يعني المقصلة جاهزة للمدرب اللي بيتم إقصاؤه على الأغلب. في احترافية بالتعامل مع التوتر أيضا؟ هي الاحترافية بتجي من تكرار التعرض لهذا النوع من الشدة، وهذا عادة نحن بشكل أساسي بأي أنواع أخرى من الشدة نعمل نوع من التأقلم.
يعني وإلا تهتري أعصابنا لو كنا فرضا نتعرض لممارسة نفسية شديدة يوميا. بيصير في عنا نوع من التعود. باللاعبين والمدربين الحياة بيحترفوا هذا الأمر. كجمهور نحن على الأغلب معرضين أكثر منهم لأنه منا مهيئين بشكل كلي. نعم. ويمكن عم تسمعوا أحيانا حوادث مؤسفة. صحيح. يعني إما وهذا أحد النتائج الصحية إما تحول إلى عنف شديد. صحيح. هاي طبعا رح نحكي عنها بالتفاصيل يعني يوم غد. ولكن أنا بدي هيك يعني نركز على الشأن الطبي بهذا الموضوع. وبنعرف إنه كثير من اللاعبين بيتعرضوا لإصابات طبية إصابات عفوا يعني جسدية لإلهم. وبيكون بدهم تدخل طبي. ما بعرف بيكون التدخل الطبي معهم سريع أو طريقة التعامل الطبي بتكون شوي مختلفة معهم نظرا لأنه هاللاعب إذا كان أساسي خاصة مع الفريق بصير أنه لازم يستعيد عافيته كتير بطريقة أسرع ليرجع يلعب إذا كان عنده ألعاب كمان قريبة. فكيف طريقة التعامل الطبية بتكون مع الإصابات اللي بيتعرض لها اللاعبين؟ الحقيقة مثل ما بتلاحظوا أكثر الإصابات هي إصابات عضلية أو إصابات عظمية يعني ردود. هناك بعض الإصابات المؤسفة وبتكون قوية كتير مثل الإصابات على الرأس يعني عادة بيتعرض إلى حارس المرمى أو المدافعين وبيكون الاحتكاك. واللي بنعرفه الحقيقة على مستوى الدراسات الطبية أنه هالصدمات على الرأس بتخلق نوع من النزوف الصغيرة في الدماغ اللي ممكن فيما بعد بحياة اللاعب بعد 10 سنوات أو 15 سنة من التعرض الدائم لهذا النوع من النزوف الصغيرة هدول بيكون عندهم أكثر فرصة سيئة للإصابة بأمراض بتتعلق بالذاكرة بتتعلق بباركنسون بتتعلق بتعرفوا الحادثة الشهيرة لمحمد علي كلاي يعني اللي هو أصيب بباركنسون بيعزو جزء منه إلى التعرض كبير لصدمات الرأس. في حادثة تانية نفد منه الحقيقة حارس التشيك يعني اللي هو هلا صار حارس الأرسنال من إصابة قوية بالدماغ خلته من خوفه يلبس هلا بشكل دائم نوع من القبعة الخاصة لحماية رأسه. الحقيقة الإصابات اللي بتعرضوا إلى اللاعبين بتتراوح من ردود خفيفة إلى إصابات كبيرة بما فيهم الكسور. لكن اللي هي مناسبة حقيقة بحلقتنا اليوم نحكي عن الموت المفاجئ وهذا الحقيقة مع أنه تواتره قليل لكن بنشوفه عم يحدث عند لاعبين كبار ومحترفين بشكل أساسي وبنشوفه حتى بالمدارس وبنشوفه حتى بالأندية الصغيرة اللي هو تعرض فجأة لاعب إلى حالة توقف قلب مفاجئ كأنه نتيجة تراكمات الحقيقة حتى الآن الدراسات غير كافية بهذا الموضوع. يعني حتى لما عم يتم في حادثة شهيرة للاعب الكاميرون فويه اللي بمباراة لمنتخبه مع منتخب كولومبيا بربع النهائي الحقيقة سقط بالدقيقة 50 على أرض الملعب رغم أنه تم إسعافه على أرض الملعب ثم نقل إلى عيادة الاستاد نفسه اللي كانت مجهزة لحسن الحظ مع ذلك لم يتم إنقاذه. وبيعزو أن هناك تغير في كهربائية القلب يعني نحن القلب بيدق بطريقة منتظمة لكن في بعض الأشخاص بيصير عندهم عدم انتظام في ضربات القلب المعالجة الدوائية. في أشخاص أصحى بيكونوا طبيعيين وبيخضعوا لفحوصات طبية مثل اللاعبين ومع ذلك بلحظة ما ممكن يصير عندهم نوع من عدم الانتظام اللي بيصير شديد بيؤدي عدم هذا الانتظام بلحظة ما إلى توقف القلب. هاي الحالات ممكن التنبؤ فيها أحيانا قبل إذا كان اللاعب شعر بإرهاق أثناء التدريب إرهاق غير طبيعي أو عنده حالات مرافقة. حالة اللاعب الكاميروني فوي أنه كان عنده إسهالات حادة قبل المباراة يمكن هالقد لأنه بيعلقوا أهمية عليه وعلى مشاركته حتى لو ما كان بوضع صحي يعني يسمح له الحقيقة الدافع أنه تلعب بالمباراة أحيانا ما هو كمان يعني حتى بالسنة في ناس كتار يمكن كان مفترض يعملوا ريكوفري قبل ما يفوتوا على المونديال لاعبين كتار أو مثلا يعني مثل محمد صلاح صلاح حتى نيمار مثلا نيمار كان متعرض لضربة كتير قوية بكتفه ورغم ذلك لأنه يعلق أهمية على نيمار كنجم كبير بالمنتخب البرازيلي شارك برأيك ما هي الفترة أو مدة إصلاح
هذه الصحة يلي مفترض تتبع قبل ما يرجع يشارك اللاعب؟ بحسب كل إصابة، الحقيقة في إصابات تحتاج يعني لأيام لحتى يعني تتصلح، في إصابات قد تحتاج لفترات طويلة. والمثالين اللي قلتهم بالذات محمد صلاح، كانت الفترة الحقيقة بإجماع معظم الأطباء، علما أنه الأطباء سمحوا له بشكل ما، بس عم نلاحظ يعني أي متابع عادي يعني ما بيلزم يكون كتير محترف بيشوف أنه الأداء بيختلف. صحيح، يعني في تغير بالأداء، يمكن بتعلق مو بس بالإصابة، بمعنى ما بحالة ما بعد الإصابة اللي بتحتاج إعادة تأهيل للجهاز الحركي. لاعبين كبار مثل صلاح أو نيمار، رونالدو، ميسي، في توازن عالي كتير بالجهاز الحركي، وهذا اللي بيخلي لاعب بيركز على انه في هدف بده يعمله وبده يسيطر على الطابة وبده يرقد بلحظة بسرعة معينة، في تركيز عالي لجهازهم العصبي والعضلي، وبالتالي هذا التوازن بيلزمه فعلا نوع من الصحة عالي كتير بحيث أنه ما يكون فيها أي خلل. نعم دكتور، إذا ننتقل على الجمهور، وطوني كان عم بيخبرني قبل الحلقة أنه حابب هلأ بالفترة الأخيرة بالمونديال أنه يسافر يحضر المباريات الأخيرة بروسيا. دائما أسئلتها ملغومة. فإذا طوني كان بده يروح، شو الاحتياطات اللي لازم ياخدها لحتى يرجع لنا بصحة منيحة ويرجع لنا على صباح النور؟ حسب لشو رايح، حسب بديني ارجع يا أم لا بعرف. فشو الاحتياطات اللي لازم الجمهور ياخدها، خاصة بأنه في يعني كتير اختلاف بالجنسيات والأعراق؟ يعني عادة بالتجمعات الكبيرة، يعني لما بيكون في سبب ما لحضور عشرات الألوف من الناس في بقعة معينة، عادة منخاف من انتقال الانتانات، يعني الأمراض اللي تنتقل عن طريق التنفس أو الملامسة أو تنتقل عن طريق تناول الأدوات نفسها. لذلك الحقيقة لازم يكون في احتياط كبير، لأنه بيجوا الناس من أماكن مختلفة بالعالم، ليس فقط بثقافات ولكن بوضع صحي في هذه البلاد مختلف عن بعضهم. بالتالي كتير مهم نعمل نوع من الاحتياط لبعض الأمراض الإنتانية، يعني إذا في مجموعة من اللقاحات حسب كل بلد. إذا كان أفترض الظاهرة كانت مثلا بالهند، لا، المونديال الماضي في جنوب أفريقيا اللي كان بعام 2010، الحقيقة بأفريقيا في نوع من الأمراض اللي ما زالت منتشرة، كانت منتشرة كالملاريا مثلا. صحيح. نحتاج أنه يكون في عنا نوع من اللقاحات، أو الحقيقة مو لقاح، دواء ناخده تحضير، أو الحمى الصفراء، أو على الأقل في بعض الأشياء بنتعلق فيها بالقريب والرشح، لأنه بتنتقل بشكل كتير عن طريق الهواء. كتير مهم أنه واحد ما يلامس الأدوات إلا بشكل شخصي. الأهم الحقيقة يكون محضر حاله نفسيا للتوترات اللي ممكن تشاهدها إذا فريقه دفع مصاري كتير وراح فريقه خسر من أول البطولة. نعم. وطلع بار، يعني يكون جاهز للخسارة أو الربح بكل الأحوال. شكرا لك دكتور والأستاذ والباحث والطبيب في كلية العلوم الصحية في الجامعة الأمريكية في بيروت الدكتور فؤاد فؤاد، ومن خلالك بنقول للمشاهدين اهتموا بصحتكم، ما في شيء بيحرز خسارة أو ربح. صحيح صحيح، بقاء بلبنان أو السفر خارج لبنان أو بروسيا.